ونقطة تانية لازم نتكلم فيها برضو، احنا طبعا طول عمرنا بنقول الاهلي بمن حضر، ولكن لما بيكون عندك كم اصابات كتير في اماكن حساسة في الفريق بتبقى الامور فيها صعوبة شوية. الكلام ده انت طول الوقت لازم ندعم الناس وتدعم اللعيبة اللي موجودة، ما ينفعش طول الوقت نبدأ ننتقد لان مش هي دي سياسة المكان. وبالك كل مكان برضو كل مكان عنده حاجة مميز بيها. انا ممكن النهاردة احنا عندنا مشكلة، احنا من انا وحياتك مختلفين، ولكن صعب ان حد يعرفها، بس انا وانت عارفين ان احنا مختلفين. ده حقيقي. بس في نقطة هنروح لها في الاخر، امتى بقى دلوقتي كمان شهر كمان شهرين، بس احنا عارفين ان في مشكلة، بس مش لازم الناس كلها اللي موجودة تعرف ان في مشكلة. دي كانت سياستنا، وطول الوقت احنا محتاجين نشتغل على ده، ان احنا عادي هي مباراة خلصت، مباراة مش ببطولة، فيها اخطاء، فيها اخطاء واخطاء ايجابية، حاجات ايجابية هتستغلها بعد كده او تشتغل عليها عشان عندك مباراة تانية، فده شيء طبيعي. انت بتخسر مباراة ما خسرتش بطولة افريقيا فيها، ولا خسرت بطولة الدوري، فده شيء طبيعي. كويس ان الاخطاء بتظهر كمان دلوقتي، يعني احنا بكلمك ان على الجزء الفني كويس ان اخطاء بتظهر دلوقتي عشان عندنا الاهم، يعني ان شاء الله بطولة الدوري محسومه، يعني ثلاث ماتشات بطولة افريقيا، ده الاهم اعتقد كل الناس مستنيه ان شاء الله باذن الله. وخد بالك الناس يا كابتن هاني، معلش انا بقول نقطه كلام حضرتك، الناس كلها زعلانه، الناس كلها مش زعلانه من ماتش الزمالك، الناس كلها ممكن تكون قلقت شويه لمباراه افريقيا، الناس كلها عندها وعي. خلي بالك جمهور الاهلي كله عنده وعي، اللي بينتقد واللي هو اللي شويه محروق بيطلع، كل واحد ليه طريقته في التعبير. انا ممكن اعبر بطريقه محترمه او كلها تعبيرات محترمه، بس انا ممكن ابقى اجريسيف شويه في تعبيري وحضرتك تبقى اهدى، فده طبيعي، كلنا جمهور والسوشيال ميديا عمرك ما هتقدر الناس كلها. فحيث ان انت يبقى عندك اصابات كتير برضو، انت عندك كم اصابات مش طبيعي، وعندك ايقافات. انت خد بالك لو جيت قارنت النادي الاهلي، الناس اللي بتلعب في النادي الاهلي والناس اللي بتلعب في نادي الزمالك، هتلاقي ان الناس اللي لعبت في مباراه الزمالك في الثلث الاخير هم الاساسيين بقى لهم فتره طويله، طبيعي. وهتلاقي ان الناس اللي لعبت في النادي الاهلي، مش هقول رقم اثنين، ان الاهلي فيه رقم واحد ورقم اثنين شبه بعض، لكن رجلهم مش في الملعب، ولكن رجلهم في ملعب بقى لهم فتره طويله، فده الناس برده ما راحتش الحته دي، مش عايزه تقارن ده. وخد بالك برده خلينا منطقيين، انا لو عايز ادور على حاجات اقارن بيها هدور، ولو عايز ادور على حاجات توقعك هتوقعك. وخلينا منصفين ان الكبير دايما هتلاقي، مش عايز اقول اعداء، ان هي كلمه اعداء دي مش في الرياضه، بس منتقديها هتلاقيهم كتير اللي هم عايزينه يقف. انا ممكن بدل ما انا كنادي منافس ان انا اطور من نفسي عشان اوصل لك، كده بالظبط. فوالله ما سمعتك. هو الاسهل، هو على فكره الأسهل ده الطريق الاسهل بالظبط، لكن الصعب انك تبني وتلحق كمان، وتلحق تاخد بطولات، وتلحق تاخد، وده شيء طبيعي برضو. واحنا برضو كمكان يعني اتربينا على حاجات كتير، احنا اتربينا على ان انت تشتغل وانت ساكت. في حاجات كتير جدا مش هقول بننساق ليها، ولكن احنا مش محتاجين ان احنا نقعد نتكلم في حاجات. انا ليه ارقام